انت مهمومة الحين، دموعك تنزل، قال لك زوجك كلام ما عجبك قبل شوي، انت منزعج من ابنائك، مريض، تشوفني وانت جالس على عربة على سرير، مهموم، لك سجين، عندكم مشاكل في بيوتكم، في مشكلة معك مع 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 مديرك او صديق لك، يا جماعة عليك ديون، في هموم كثيرة، صح؟ الرسول قال استغفروا الله، استغفروا، الاستغفار باب تطرقون ابواب توبة وابواب رزق وابواب رحمة، الاستغفار يفتح الابواب. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، بس، يمددكم باموال وبنين، بس، ويجعل لكم جنات، بس، ويجعل لكم انهارا. الاستغفار، ما استغفر عبد استغفار صحيح الا جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فقولوا استغفر الله، استغفر الله.